هذه المحارق لإتلاف النفايات الطبية والتابعة لوزارة الصحة كانت من أبرز الملفات التي تؤرق الوزارة، التي لطالما تلقت شكاوى من المواطنين المتضررين من أدخنة المحارق حيث كانت تؤثر على صحتهم. الوزارة اتخذت مؤخرا خطوات عملية عبر استحداث برنامج جديد آمن لإتلاف النفايات الطبية عبر مشروع نفذته مؤسسة UNDP الدولية، يتخلص مما يزيد عن 80% من النفايات بطريقة صديقة للبيئة. هذه المحارق كانت متهالكة قديمة جدا، كانت يعني صلاحيتها الفعلية منتهية من سنوات، لكن لم يكن هناك بديل، كنا نستخدمها ونحن نعرف أنها لا تقوم بحرق النفايات بشكل جيد، كان يخرج منها طبعا نتيجة الحرق غازات قد تكون مضرة بصحة الإنسان، وبالتالي سعت وزارة الصحة لاستحداث نظام حديث لمعالجة هذه النفايات. وبجهد مشترك بين وزارة المالية وسلطة البيئة ووزارة الصحة يتم نقل النفايات الطبية من المستشفيات بآلية وميزانية خاصة للنقل إلى المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية الذي ضم أجهزة حديثة منها جهاز الميكروويف الذي يعالج تلك النفايات بطريقة التفتيت والتعقيم. من أحدث الطرق المستخدمة لمعالجة النفايات الطبية هي جهاز الميكروويف، حيث يتم تقطيع النفايات الطبية إلى أجزاء صغيرة ثم معالجتها وتعقيمها باستخدام أمواج الميكروويف، ثم تسخينها إلى درجة حرارة عالية تصل ل 150 درجة مئوية، ثم يتم إخراجها لتعامل معاملة النفايات الصلبة العادية بدون أي ملوثات أو أي عدوى ناتجة عنها. ويؤكد خبراء على الأثر البالغ لهذا المشروع في تحسين جودة البيئة في بلد يعاني من نسب تلوث عالية وترتفع فيها نسب الإصابات بالسرطان والأمراض المزمنة والعدوى، ولا تزال تحتاج إلى حلول جذرية لتوفير الطاقة والإمكانيات المادية لضمان استمرارية العمل في التخلص من النفايات بشكل عام. المشكلة الرئيسية اللي بنواجهها في شغلنا إنه الكهرباء غير متوفرة بشكل كامل، طبعا احنا بننسق مع المانحين والمؤسسات المانحة انه نوفر خط كهرباء مستمر لضمان استمرار العمل في معالجة النفايات الطبية. هذا المشروع يؤمن أجهزة حديثة قادرة على التخلص من النفايات الطبية الصلبة من مستلزمات صيدلانية كالقطن والإبر وغيرها، باستثناء النفايات الكيميائية والأدوية التي لا تزال تحرق لإتلافها. يتطلع المختصون في البيئة والمعنيون خاصة المواطنين المعرضين للموت البطيء إلى دعم مشاريع من هذا النوع لحمايتهم من المخاطر البيئية، كإنشاء وحدة حرق خاصة بالمواد الكيميائية والدوائية حسب المعايير الدولية. وسام ياسين، الحرة، غزة.